اشتكى بعض من التابعين الى ابن عباس. نعم. الصحابي الجليل وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبر الامه. حبر الامه وترجمان القران. نعم. وكان يقرا سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم الى ان يقول رب العباد ما يعلمهم الا قليل، يقول انا وانا من اولئك القليل. ما شاء الله. بهذه الثقه. ما شاء الله. نعم. يا غلام اني اعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك الحديث. كان عنده 15 عاما. هل انت 15 عاما وتلميذ مباشر لرسول الله عليه الصلاه والسلام؟ يعني كان يعني الشكوى فحواها، يا امام نجلس مع اناس فيخوفوننا من الله كما اصنع انا وانت في هذه الحلقات. موقف مشابه. نعم. قال لان تجلسوا مع من يخوفكم فتجدون امنا يوم القيامه خير لكم من ان تجلسوا مع من يؤمنكم فتجدون خوفا يوم القيامه، فالله عز وجل يقول لا اجمع على عبدي امنين ولا خوفين، من خافني في الدنيا امنته في الاخره، ومن امنني في الدنيا اخفته في الاخره. هذا محور. لان تجلسوا مع من يخوفكم في الدنيا فتجدون امنا يوم القيامة خير لكم من ان تجلسوا مع من يؤمنكم في الدنيا فتجدون خوفا يوم القيامة. يعني صحيح. سبحان الله. المحور الثاني في المسألة، يقال أن فيما ينسب لأحد الصالحين يقول كم من وجه مليح وكم من وجه صبيح وقد مليح في النار يصيح. يا ما فيه الصور سبحان الله. ولما جاء الفضيل إذا رأيتهم تجبك أجسادهم وأن يقولوا تسمع لقوله كأنهم خشب مسندة. ألواح تتحرك. لا إله سبحان الله. ذهب هارون الرشيد لزيارة الفضيل بن عياط. نعم. هارون الرشيد هو أمير المؤمنين. يذهب هذا العالم الجليل. فطرق الباب فنظر إليهم من قوة. الفضل. الفضيل. قال الفضيل. من؟ قال افتح أمير المؤمنين. قال جئتم لتعطلون عن ذكر الله. ماذا تريدون؟ قال إن أمير المؤمنين يريد أن يدارسك العلم. قال لا وقت عندي لمدرسة العلم. الله أكبر.